موجز أخبار مؤسسة الشهداء، أهلا بكم. رئيس مؤسسة الشهداء سيد عبد الإله النائري يدعو الفائزين بالانتخابات البرلمانية ببذل الجهود لدعم المؤسسة وقوانينها النافذة وتطبيقها، والتي تصب في تقديم الخدمات المادية والمعنوية للشريحة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل الوطن. بتوجيه وإشراف مباشر من قبل السيد رئيس المؤسسة، الفريق الوطني المؤلف من دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة ينجز حملته الخاصة بجمع معلومات وعينات دم من ذوي ضحايا البونمر في محافظة الأنبار. بمتابعة مباشرة من رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائري وتواجد ميداني من مدير عام دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية طارق المندلاوي وبالتنسيق المتواصل مع هيئة التقاعد الوطنية، إنجاز الوجبة الثالثة من ملفات المعاملات التقاعدية لشهداء وضحايا تشرين. وفد مديرية شهداء الكرخ يزور عدد من عوائل الشهداء للاطلاع على أحوالهم المادية والمعنوية، فيما رحبت العوائل بهذه الزيارة وأعربت عن شكرها لمؤسسة الشهداء لما تقدمه لهم من دعم ورعاية مستمرة لذوي الشهداء بفئاتهم الثلاثة وفاء وإكراما لهم. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.